السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. قبل ما نتكلموا على موضوع اليوم، حبينا نرجعوا للمقابله الرائعه القويه اللي شارك فيها اللاعب المنتخب الوطني ادم زرقان، اللي حقيقه دار مقابله كبيره وسجل هدف ولا اروع. لعب هذا في الدوري البلجيكي هدف، هذا شيء يبشر بالخير. نتمناو التوفيق للعب هذا ونتمناو له ان شاء الله مزيد من التألق، وان شاء الله تكون شارلوروا مجرد يعني انطلاقه وبدايه لعالم الاحتراف، وبالتالي ان شاء الله نشوفوه في المواسم القادمه في انديه اوروبيه كبيره واقوى، سواء من الدوري البلجيكي او اقوى من نادي شارلوروا. اذا بالتوفيق لادم زرقان. موضوع اليوم، السيد بيب غوارديولا قال في الندوة الصحفية أنه يوجد 3 أو 4 لاعبين يريدون مغادرة الفريق أو البحث عن فريق آخر. 3 أو 4 هذوما ما أعطاش أسماء، ذكر برناردو سيلفا أنه واحد من هذوما الثلاثي أو الرباعي، البقية ما أعطاش أسماء. اللغز اليوم تقريبا تم فكه من قبل جريدة الديلي ميل. أول شيء، اللاعب المحبوب بالنسبة للجماهير الجزائرية بين قوسين، بين قوسين محبوب، اللاعب اللي معروف على كل حال ومعروف بالطريقة اللعب نتاعو بالأنانية نتاعو، رحيم ستيرلينغ. رحيم ستيرلينغ في الديلي ميل واش تقول؟ الديلي ميل تقول لك رحيم ستيرلينغ يسألنا في المحادثات مع مانشستر سيتي بشأن عقد جديد وسط اهتمام من أرسنال وتوتنهام. إذا رحيم ستيرلينغ واحد من بين الثلاثي أو الرباعي. يساعد رحيم ستيرلينغ استئناف المحادثات مع مانشستر سيتي بشأن عقد جديد. ستيرلينغ 2 من السنوات المتبقية في العقد الحالي، وارتبط مع أرسنال وتوتنهام كما ذكرت من قبل الشمسية ديلي ذا سان، هي صحيفة الشمس ما يسموها، هي اللي انفردت بالخبر. بعد انفصاله عن وكيله وتعامل الجناح مع جولته الأخيرة من محادثات العقد بنفسه، ولكنه لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع السيتي. هنا لاجون تاعو انفصل عليه، هو اللي راح يقود المحادثات. يظل ستيرلينغ جزء من خطة بيب غوارديولا في السيتي على الرغم من وصول جاك غريليتش من أستون فيلا. هنا يعني صحيفة إنجليزية تمارس نوع من الضغط، وراح تشوفوا دوكا كيفاش يعاونوا ولد بلادهم. رغم انه ستيرلينغ قال لك عمل دور كبير في السيتي، وراك تشوفوا رغم انه ستيرلينغ الموسم اللي قبل اللي فات ضيع شامبيونز ليغ في الربع النهائي، والموسم اللي فات شامبيونز ليغ لما ضيع فوجها لوجه، والعديد من المقابلات اللي كان خارج الإطار والأنانية. هذه الصحيفة إنجليزية ما شافتش هذه العيوب كامل، وقالت لك باللي لاعب أساسي وقطع أساسية ولاعب مهم ولاعب كذا ولاعب كذا. دوكا تشوفوا خطر، علاش حب الوطن الدولي الإنجليزي توقف معاه في السراء وفي الضراء. هذه هي، وتشوف في كما نقولوا بين قوسين المنكر، وتشوف باللي هذا ستيرلينغ كان عاها في وكان يعني شغل داير ثقل كبير على كتيبة السيتي، وكان هو اللي مأثر على بعض نتائج المباريات. بصح شوفوا كيفاش توقف معاه. جزء من خطط بيب غوارديولا، بيب غوارديولا معروف يحابي لي زونغلي، معروف هذه شيء مفروغ منه. في سن 26 لا يزال أمام ستيرلينغ الكثير من مسيرته المهنية، شوف، وسيريد ضمان حصول على وقت لعب منتظم. مش عايزيد أكثر من هكا، قال لك يعني ما هوش يلعب وقت منتظم بزاف مع غوارديولا. شوف يا سيدي، الوقت اللي لعبوا ستيرلينغ ما لعبوا حتى جوار، مقابلة ودية يلعبوا، مقابلة كأس الرابطة يلعب، مقابلة كأس انجلترا يلعب، مقابلة تاع قريب تاع حواري يلعب، البطولة يلعب، الكأس انجلترا قلنا يلعب، الشامبيونز ليغ يلعب. ما كانش مقابلة ما لعبهاش مع غوارديولا، دائما يلعب دائما. وسيريد ضمان حصوله على وقت لعب منتظم إذا بقي في السيتي، راح يزيد يحوس على لعب وقت منتظم، يعني يعود يلعب ديما. وين يزيد أكثر من هك، باش تعرفوا كيفاش الصحافه الانجليزيه توقف مع ولد بلادها وتعاونوا. عكس هاك تعرفوا الجهه المقابله بصحافتنا احنا، واش دير مع لي بي ناسيونو خاصه اللاعبين المحترفين، واش دير معاهم.
لغز بيب، تأخر الوصول وعدم اليقين بشأن الانتقالات يترك خطط غوارديولا مدرب مانشستر سيتي في الهواء بعد الهزيمة أمام ليستر سيتي في درع الخيرية. هنا يتكلموا على أنه بيب غوارديولا وضع نفسه في ورطة لأنه ما درش تعاقدات، لكن الصحيفة هنا سوف تقرؤون يعني تشير الثلاثي والرباعي شكون. يعتبر جريليش بمثابة دفعة في الوقت المناسب لغوارديولا، حاجة باينة. الدوري الإنجليزي لازم الدوري الإنجليزي لازم تقلبوا أحسن من ميسي وأحسن من بابي ونيمار. بالنظر إلى حالة عدم اليقين الموجودة في أماكن أخرى، على الأقل حتى يوم الموعد النهائي هو 31 أغسطس 31 أوت هو نهاية انتاع التعاقدات حسب ما يتكلمهما. يمتلك الكاتالوني ما لا يقل عن 3 لاعبين عاديين في الفريق الأول. شوف الكلام انتهى، لاعبين عاديين، 3 لاعبين عاديين سيرليك مش ولا عادي الفريق الأول. يفهم أنهم برناردو سيلفا لاعب عادي. أنا ذوك برناردو سيلفا صراحة من اللاعبين المفضلين ليا ومن اللاعبين من المفروض ما يغادرش. إلا غادر برناردو سيلفا ضربة قوية وموجعة لمانشستر سيتي، على الرغم أنه بيب غوارديولا تكلم عليه بلي على يعني راه قريب يغادر. يفهم أن برناردو سيلفا ولابورت وغابرييل جيسوس. غابرييل جيسوس يعني أنا ما فهمتش، من المفروض هذا يقعد. علاش؟ لأنك أسكو ضامن جيب هاري كين، ماكش ضامن، ماكش ضامن باش تلعب أفون سونتر ما عندكش، ولازمك على الأقل يكون عندك زوج سواء هاري كين أو اللاعب الآخر جيسوس، ما كانش. مادام أغويرو راح البرسا ما عندكش الدوبلير. الذين يرغبون في المغادرة يعني 3، برناردو سيلفا يعني صراحة أنا أحسن من سيرليغ بمراحل. يروح سيرليغ أحسن للسيتي، الخيار المليح للسيتي أنه يروح سيرليغ، لكن دولي إنجليزي واحد ما يتكلم معاه. بينما يجب أن يقدم هذا الأسبوع مؤشر جديد لنا على كيفية متابعة هاري كين، على قصة ترجع هاري كين، ويريدون أنه إنهاء هذه المشكلة تاع هاري كين. مانشستر سيتي اسمعوا مليح، مستعد لتقديم برناردو سيلفا في أي صفقة لهاري كين. يعني هنا حابين يبادلوا بين هاري كين ويعطوهم شوي أموال، رغم أن برناردو سيلفا صراحة أننا لاعب مهاري. هاري كين لو يخلوا جيسوس ويعتقد يخلوا برناردو سيلفا أحسن. دولي إنجليزي هاري كين، سيرلينغ دولي إنجليزي، قضية واضحة والصحيفة إنجليزية ما كانش أوضح منهك. لكنه مستعد لتفويت فرصة الحصول على قائد منتخب إنجلترا تماما بدلا من المقابلة سعر طلب توتنهام المباشر البالغ 150. الصهيوني ليفي تاع توتنهام طلب فيه 150 جنيه استرليني، مليون جنيه استرليني، 150 مليون جنيه استرليني. لكن رحيم استرلينغ، هنا رجعوا لرحيم استرلينغ، قال له انه مش مرتاح، الذي يفكر بجدية في مستقبله تحت قيادة بيب غوارديولا بعد 12 شهر غير سعيد في الاتحاد. انا ما فهمتش انا غير سعيد، علاش غير سعيد في الاتحاد وديما يلعب مقابلة حواري يلعب. ومع ذلك أوضح السيرينك أنه لا يريد البقاء في الاتحاد إذا كان عليه تحمل موسم آخر حيث يتم تهميشه بانتظام. هذه مليحة بزاف. قال لك السيرينك، أنا قال لك يهم شوفية بزاف، منيش نلعب، شوف كأس منيش عارف، كأس درع يلعب، كأس الرابطة يلعب، كأس الاتحاد الإنجليزي يلعب، كأس وسمور إنجلترا يلعب، البطولة الإنجليزية يلعب، السيتي هاربة ب 15 نقطة بريمير كلاس، ولا هاربة ب 15 نقطة هي في المرتبة الأولى، يلعب مقابلة شكلية، يلعب مقابلة ضد ودية، يلعب مقابلة مع فريق يلعب في الدرجة الرابعة الإنجليزية ضده، يلعب شامبيونز ليج، يلعب مش هنزيد أكثر من هك. هذا ملكه سيتي إن صح القول، ملكه انتاعه إنجليزي، فريق إنجليزي، صحافة إنجليزية، ولد البلاد يدير واش يحب. أنا حرت أنك سيرلينغ يشكي، حرت صراحة اللي يشكي محرز كي كان مهمش، يشكي برناردو سيلفا العام اللي فات شوية همشوه، يشكو بعض اللاعبين وي، بصح كيما سيرلينغ ما يحقوش يشكي. هاو ليكيب نتاعو بيب غوارديولا حبيبي، الصحافة نتاعو تاع بلادو، منين كيفاش يشكي؟ النجم البرتغالي سيلفا وفقا لمدير السيتي هو واحد من عدد من اللاعبين الآخرين الذين يتطلعون لمغادرة النادي مع تضاؤل فرصه في البدء أكثر مع وصول جريليش. كما قلت لكم سيلفا راح يضحوا به، هذا شيء مفروغ منه، وراح يزيدوا زوز ولا 3 لاعبين أخرين. السيرلينغ
قام يحابوا فيه يحاولوا يزيدوا له في الكونترا اسكو يروح الله اعلم. لابورت داخل في الثلاثي ايضا واسمه جيسوس السيرلينغ اللاعب الرابع في الشك في الشك. هما الثلاثي هذوما سيلفا لابورت واللاعب الاخر جابرييل جيسوس هذا من الثلاثي اللي كثر عليهم الكلام. الرابع اسكو سيرلينغ ما عارف الله اعلم. مانشستر سيتي يريد دفع كين في سيلفا سيضم بيب غوارديولا النجم البرتغالي برناردو سيلفا في صفقة تبادلية مع مهاجم توتنهام لكنه يذهب إلى السعر الذي يطلبه دانيال ليفي. لن يذهب للسعر يطلبه دانيال ليفي. دانيال ليفي الصهيوني يطلب 150 مليون جنيه استرليني. إذن بالتوفيق لرياض محرز وبالتوفيق لآدم زورغان وكل لاعبي المنتخب الوطني. في الأخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.